فيتو. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام للأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه في كل حال وآن، وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الغاية من العبادة هي التقوى، ولذا في روضة الصائمين أذكر نفسي والحاضرين والمشاهدين بتقوى الله. أذكركم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لقد أكد ربنا تبارك وتعالى أن الغاية والهدف من الصيام هي التقوى، فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آيات الحج بيّن ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وفي حقها وفي تعريفها قال الإمام علي كرم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا خاف العبد من ربه تبارك وتعالى وعمل بما جاء في القرآن الكريم وفي تفصيله بالسنة النبوية المطهرة، واستعد للقاء الله جل وعلا، عاش في هدوء وفي أمان. وأفضل ما يتقدم به العبد نحو تقوى الله هي الإكثار من الذكر والاستغفار، وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن مشاهدينا السلام. ومن أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسامة. أقول لحضراتكم في أمان الله، مع السلامة.